نرمين، قد ايه بنسمع بحياتنا او بنشوف اوقات في مواقف معينه شخص تعرض لاهانه ما، نحن لما بنتعرض لموقف ممكن يستفزنا، موقف ممكن نقول عنه مهين نوعا ما، تختلف ردود الافعال من شخص لتاني. نرمين، كيف ممكن تكون ردات فعلك؟ هلا بتختلف حسب الشخص، يعني ممكن احيانا للاسف تتعرضي من يعني كثير قريب ما فيك تكون كثير رده فعلك عنيفه، بينما شخص ثاني بس ما بتخيلك من الاشخاص الانفعاليين ابدا. نرمين، ليكي بلا احيانا بتطلع احيانا مواقف كلياتنا احيانا هيك يعني بنخرج عن السيطره، خصوصا اذا كان الموقف كثير يعني مزعج. اكيد نرمين، هذا الموضوع يلي مثل ما قلنا يمكن ردة الفعل بتختلف من شخص لتاني، كيف نحن بنقدر نتصرف ونتعامل ان كان مع الموقف وان كان مع الشخص اللي مثل ما بنقول تعدى كل الخطوط الحمراء. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع مريم حاج عثمان، اختصاصية صحة نفسية وعلوم ارشاد. صباح الخير، ينعاد عليكي بكل خير يا رب. كل عام وانتم بألف خير. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. سلام يا رب. سلام يا رب. خلينا اول شيء هيك نعرف الاهانة شو هي. الإهانة هو خليني أقول كل شيء بيقوم فيه الشخص على الصعيد الجسدي والنفسي، خليني أقول لحتى يهين أو يحقر من الطرف الآخر أو ينال من كرامته، على صعيد الكلمات، على صعيد الحركات، على صعيد حتى نظرات العين. فالموضوع مو بس بالكلمات، الموضوع حتى بالمواقف، حتى بالغمزات واللمزات ممكن يهينه بنظرة عين أو بحركة معينة. أنا بحس أبشع شيء الغمز واللمز، خاصة لما بيكون في مجموعة قاعدين ومستقصد يمكن شخص معين. دينر مين هي منشوفها كثير. أنا كنت بدي أقول يعني هي بنسميها إحنا إهانة مباشرة وغير مباشرة. في إهانة، صحيح، في إهانة مباشرة وغير مباشرة، إما بتكون لفظية كمباشر أو بتكون بحركات ونظرات مثل ما قلتي إنه من تحت لتحت، فهو حاسس فيها. كمان ترجع على الشخص إذا كيف بترجمها، هل ترى هو حساس زيادة إنه هل ترى هي عن جد إهانة ولا هو تهيأ له إنه إهانة. كمان هي بترجع حسب الشخص إنه هي هل هي إساءة أم إهانة. أسبابهم كتير، يعني إذا أنا بدي أقول شو أسباب الإهانة، ليش هذا الشخص عم بيهين الشخص الآخر، شو بده منه، نرجع لعلم النفس بيقول إنه في كتير أسباب أهمها إنه هذا الشخص عنده ضغوطات كتيرة وعنده طاقة سلبية كتير كبيرة بده يفرغها بالآخر. طبعا إذا بنروح على البيئة، بيئة التربية كيف والبيئة اللي عايش فيها، حيكون حنعرف إنه هو ممكن يكون معنف، ممكن يكون بيئة غير سليمة غير صحيحة، فبيحمل هذا هي الضغوط وبيفرغها بالآخر، بيتلذذ فيها أحيانا بالعدوانية فبيفرغها بالآخر. ممكن تكون من خليني أقول غيرة إني أنا مثلا غيرانة من حدا، من نجاحه، من إنجازاته، من جماله، من شكله. تماما، أنا بدي حطمه، أنا بدي كسره. هلا ما في منا ما حدا مرق بإهانة، ما في منا حدا ما إنه والله لا إنه أنت غني ما حدا بيهينك، لا بينهان. أنت مثلا على قدر من الجمال، على قدر من العلم بينهان، لأنه في غيرة. أنا ممكن غار من إنجاز معين، من نجاح معين، فأنا أخذ بعين الاعتبار إني أنا اقعد اتخبى مثلا ورا الشاشات الموبايلات، اقعد هينه، فبصير مثل ما بيقولوا القط نمر، فبيقعد بيشتم شتائم وبيسب مسبات لحتى يكسر من هذا الشخص ويحطمه لانه هو غيران منه. كمان ممكن يكون مستوى متدني من الاخلاق، او خليني اقول تفكير بدائي، ان انا بجر هذا اللي عم بي انا متضايق منه بجره لمستواي لحتى اخليه مستواي من مستواه واقعد انا بفرغ فيه اللي بدي اياه. ممكن يكون، ممكن كمان يكون انه انا خليني اقول ما بتقبل، ما بحترم الاخر، عندي غير تقبل واحترام للاخر او اختلاف للاخر بديانته، بمعتقده، بخليني اقول بطريقه تفكيره، بشكله، بلون بشرته، هذا كلياته ممكن يكون يعني احد اسباب اني انا اوقات بتطلع الاهانه من شخص ممكن احنا ما بنتوقع انه ممكن إنه هو يغلط بهي الطريقه، ان كان معنا او ان كان مع اي شخص. صحيح. فهون هذا الشخص احنا ممكن نخلق له اعذار ونشوف، خاصه اذا بادر باعتذار. يعني هون هلا في اشخاص، هلا اذا بدي اخذ الاهانه غير مباشره كمان، او ممكن انا اقول الاهانه، ممكن انا ضغطت بالشغل ففرغت اهانه بشخص ثاني بدون ما اقصد. فهلا ممكن نقول كيف ممكن نعالج هذا الموضوع. عندي شخص عزيز علي بس انا من ضغوطي
ففرغت كلام اعطيتك كلمتين هنتك فيهم لحتى انا اطلع من المود اللي انا محبطه فيه، انا عندي اخفاق بانجاز معين، فانا لحتى رمم نفسي ممكن يكون يعني مالي قاصد. هلا ممكن تكون احد الوالدين او المعلم عم بيهين هذا الطالب او عم بيهين هذا الطفل بقصد، يعني بقصد انه يرفع من مستواه ولكن طريقته خاطئة، فبتكون نتائج عكسية. نعم، هي أسلوب من أسلوب الإهانة. أنا هون بدي أعرف أتعامل معي، هل ترى هذا اللي عم بيهيني شخص عزيز؟ هل ترى هذا اللي عم بيهيني بتهمه مصلحتي بس هو مو عارفان أنه هي الطريقة أو مو منتبه أنه هي الطريقة خطأ؟ فأنا هون بدي أعرف كيف بدي أتعامل مع هذا الشخص اللي قدامي. يمكن مريم الإهانة بتصير بتوجع أكثر لما تكون قدام عالم أكثر وقدام حضور أكثر. طب خلينا نحكي بهيك حالة توجهت لنا إهانة معينة ونحن فعلا يعني استفزينا، كيف ممكن أتعامل معها؟ هلا خليني أقول إنه هي التعامل مع الإهانة هي مهارة، وأي مهارة هي بدها تدريب، بدها خطوات وإجراءات من ثم تدريب، يعني خليني طبقها على أرض الواقع مرارا وتكرارا لحتى أمتلك هالمهارة. مثل أي مهارة لازم أنا أكررها لحتى تصير عندي ملكة أو تصير عندي قدرة فيها. فأنا إذا انهنت بمجموعة بين العالم طبعا بدي أفرق مين هذا الشخص، شخص ما بيهمني أو شخص بيهمني أو شخص عزيز. شخص ما بيهمني أول أسلوب بقول له تجاهل، لانه انا اذا ضيعت طاقتي وضيعت وقتي وضيعت كل تركيزي على شخص انا ما بيهمني، فانت لما اعطاكي هاي الاهانه تجاهلتي فهو ما رح يتجرأ مره ثانيه ويرد يهينك، لانه اصلا هو ما بيعرفك كغريب. اهم شيء التجاهل، لاني انا مثلا حدا شتمني مثلا عم سوق سياره ومعي ناس هيك كثير بنشوفها كمان. اهم شيء انك تجاهلي، مو معقول تنزلي وتردي تفتحي شباك سيارتك اكيد انا غريب انا ما بيهمني، ما بيهمني، ما رح اخذ الاهانه كشخصيه، يعني حقول هذا عم بيهين حدا بس مو انا، عم بيقول الفاظ نابيه او الفاظ اي شيء بس هي ما بتمسني لانه مو انا هيك. انا بدي اعود نفسي انه مو انا هيك. افضل شيء انك تسكري اذن وتفتحي اذن بهالموضوعات اذا كان شخص غريب، اما اذا كان شخص انا بيني وبينه ود بيئه عمل او في قرابه معينه، مو شخص عزيز، اذا شخص عزيز في له تكنيك ثاني، في بتعرفيه يعني في له كثير استراتيجيات منها اني انا رد ذكي، اني اعطيه ردود ذكيه. هذا الرد الذكي مو كل حدا بيقدر يرد رد ذكي، انه انا رد عليكي بنفس الاسلوب اللي عم تحكي فيه ولكن مهذب جدا وفيه لباقه وكياسه ورقي اني رد لك اياها. مثل خليني تذكرت دكتور بالجامعه فات على قاعه بالخطا فقال لهم انه انا بدي فوت، قام قالوا له الطلاب انه لا دكتور انه فوت عند انت القاعه الثانيه لازم تفوت هي مو هون، قام قال لا تواخذوني وانضغط صار عنده ضغوط سلبيه ان البقره تشابه علينا. هانون الدكتور هان الطلاب، فطلع له شاب ذكي قال له لقد كنتم منا ومن الله عليكم. يعني انه كنت طالب منا كنت والله من عليك وصرت دكتور، فنحن كمان على الطريق يعني. جاوبه بنفس طريقته بطريقه الذكاء. نيلسون مانديلا كمان لما هانوا استاذه وقعد بالاستراحه فقال له ما بيصير يقعد خنزير ويقعد عصفور، قام قال له لكان ساحلق بعيدا. فبدك تردي رد ذكي، بس برجع بقول ممكن مين عنده هالملكة انه يحسن يرد. فممكن انا التجاهل يكون جزء من اني انا رديت على الاهانة. ممكن كمان في اشخاص هيك خفيفين دم فياخذوا رد الاهانة بسخرية، مثلا ايش سمينة قديش وزنك لو كرش ولا بلا كرش، فبياخدها بطريقة خليني اقول السخرية على نفسه مو عليه، فهو رد الاهانة وبنفس الوقت كسر حاجز بين الناس وقلل من شأن الإهانة، ما عدت صارت إهانة بكرش ولا بدون كرش، قلل من شأن الإهانة وزائد إنه توتره للمهين خلاه يرتدع ما عاد يكمل. أما إذا أنا مثلاً خليني أقول غضبت، أنا إذا بدي رد على الإهانة كغضب أو بدي رد على الإهانة بإهانة أكبر منها، فأنتي كأنك ثبتتي صحة الإهانة اللي هانك ياها هذا الشخص وثبتي له أنه أنت شخص ببالي، يعني أنا مهتمة فيك وبإهانتك، زائد أنه هذا الشخص خلاه يتمادى مرة تانية أنت انزعجت
يلا بهينك مرة ثانية وثالثة واتمادى بإهانتك. فالغضب أو الرد الإهانة بإهانة ما رح تمشي مع هذا الشخص أنه يعرف يمتلك هالمهارة ويقدر يرد بالوقت المناسب ويسترجع النيل من كرامته بطريقة مهذبة وراقية. في عنا كتير استراتيجيات لحتى نحسن فعلا نحن نرد الإهانة ولكن بطريقة مهذبة. إذا بنحكي عن الأشخاص اللي ما عندهم هاي الاستراتيجيات هدول الأشخاص يمكن كتير منهم نحن ما بدنا نسيء لهم بس هني أشخاص يمكن تربوا ببيئة كتير حاضنة يمكن ما اختلطوا كتير بالمجتمع الخارجي هون تختلف يمكن ردود الأفعال عندهم. شو الأذى النفسي اللي ممكن تتركه تلقي الإهانة عند هدول الأشخاص اللي أول شيء ما بيحبوا يؤذوا حدا وتاني شيء يمكن ما مثل ما بنقول نعركوا كتير بالمجتمع؟ هلأ إذا أنا بدي أقول الآثار السلبية كتير كبيرة ممكن أنا ما كمل يومي كله ياتو بمود صحيح ممكن أنا أخفق بإنجاز كتير كبير بالنسبة إلي هلأ مفرق طرق بالنسبة إلي نجاح بالنسبة إلي ممكن كتير يكون عليه رد فعل سلبي كنجاح بجهة معينة أو أني أنا أعرف نقاط ضعفي أنا عندي قلة ثقة بنفسي يعني قال لي سمين قال لي نحيف قال لي أبيض قال لي أسود طب أنا مو واثق بنفسي معناتها أنا مو لإلي الكلام وحتى لو لإلي الكلام أنا ما بيهمني هذا الكلام. هلأ الأثر النفسي على الناس اللي عندها ضعف ثقة بالنفس هون أنا بدي أشتغل على أني أنا زيد بالثقة بنفسي. هلأ الإهانة على فكرة والإساءة هي اختبار حقيقي اختبار حقيقي لإلنا لأخلاقنا لقدراتنا لمهاراتنا كيف ممكن نحن نرد. فكتير حلو انه نقعد بهذا الاختبار على فكرة برجع بقول ما في حدا ما نال منه الإهانة طبعا. ولكن هي فعلا الاختبار حلو انه نحن نسقل نفسنا من خلال هاي المواضيع هاي فأثارها اكيد سلبية. هلا اللي عم بيهين ما له عرفان انه او خليني اقول ممكن يكون عارفان انه انا عم كسرك وممكن لا ولكنها فعلا اثار سلبيه اذا انا ما اخذتها. احنا شفنا حالات عن التنمر وصلت يمكن لدرجه الانتحار من قبل الاشخاص طبعا شفناها وهي نسبتها ما قليله يعني لهيك صارت يمكن كثير حملات اعلانيه ودعائيه انه نحن نوقف التنمر بشكل كامل طبعاً. ان كان بنبدا فيه من المدارس ونحن طالعين تمام. انا هون انا بدي بلش خليني اقول قدرات الانسان ببلش من الطفوله لازم قوي شخصيه هذا الانسان لحتى لما يخوض معركه الحياه يعرف يقودها صح. هلا اذا بدي انا انصح حدا مشان ما يوصل لقدر الله للانتحارات او يوصل لقدر الله لضغوط معينه كثير مهم انك تحافظي على هدوئك. هلا حتقولي لي انا مستحيل يعني واحد عم بيسبني معقوله اكيد صعب اكيد صعب اني انا يعني انه اكون حافظه على هدوئي هو عم بيشتمني ويسبني او عم بيشتمني ويسبني بنواقص انا عندي اياها وهي بالنسبه الي عندي قله ثقه فيها او هي حرجه بالنسبه الي فهي فعلا انا ما بقدر حافظ على هدوئي بهذا الموضوع ولكن انا حابه اني انا اتمرن على هدوء الاعصاب وبروده الاعصاب زائد اني انا اذا عملت تجاهل فشوفي لك تتخيلي هذا اللي عم بيهين حيكون عنده خليني اقول نار شعلت فيه انه انا ما رمالي بال بالمره انا ما حكاني بالمره انا ما هو ما راح يعيد تماما ما تم لي فممكن ما يعيدها. هلا اذا بدنا نقول كيف ممكن انا اخذ كشخص عزيز كثير مهم اني انا لما قالت تفضلت انه قدام العيله كلها او قدام الاشخاص كلها كثير مهم انه لما حدا يهينك خليه يكمل اذا شخص انت بيهمك قدام الكل خليك لما كلامه للاخير واسكتي ولا تقاطعي وبس يخلص اسكتي شوي وطلع بعيونه تقول انت مدرك شو عم تحكي بالضبط هذا الكلام موجه لإلي عندك حل من اثنين بس صعبه هو... مريم خصوصا بين الزوجين يعني انه تكون ممكن انا اقولها ممكن انا اقولها انت مدرك لا مو صعبه ابدا تعينا نعيدها انت مدرك شو عم بتقول انه هذا الكلام موجه لإلي فهو شو حيعمل عنده حل من اثنين حل الاولاني انه شو يقول انه انا انتبهت اني انا ممكن اتماديت فينسحب وينتبه لحاله او لا بلا ايه انا هاي الاكثر اللي بنشوفها انا قاصد هذا الكلام هي تتجه اذا كان بين زوجين خلينا ناخذها كمثال تنتقل لمرحله ثانيه تقول له انا بعرف الضغوط اللي انت عم تمر فيها وبعرف انت مزعوج مني تماما مزعوج مني بشغله بهذا وهذا وهذا الشغله فانا ما راح اسمح انك تحاكيني بهالاسلوب ولا تعاملني بهالتعامل اذا متضايق مني فينا نحكي بوقت ثاني. فهون انا رديت الاهانه وبنفس الوقت انا ما خسرت شخص عزيز علي ان كان زوج او اب او ام او صديق فانا ما خسرته. مريم يعني الحالات كثيرة وطرق يمكن الرد تختلف مثل ما قلنا شخص نتمنى دائما نكون بعاد كل البعد عن الإهانات وبنفس الوقت نحن ما نغلط نهائيا مع الأشخاص صحيح. المقابلين بدي أشكرك كثير مريم نتمنى لك النهار أهلا وسهلا فيكم شكرا كثير لك مريم كل عام وانتم بخير